بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. معكم حسام الاسمري والاستاذة رغد. راح نناقش مع ضيفتنا الاستاذة المساعدة في علم النفس في جامعة المؤسس الملك عبد العزيز استاذة عبير خياط. راح نتناقش في الصحة النفسية. تفضلي يا استاذة. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تخصص كلينيكال سايكولوجي في جامعة الملك عبد العزيز، استشاري نفسي. ان شاء الله باذن الله حاول اجاوب على اغلب الاسئله اللي ارسلتوا لنا اياها، وان شاء الله يكون الموضوع باذن الله في معلومات تفيد الطلبه، خاصه صراحه اللي يهمني الطلبه، خاصه سواء الطلبه اللي انا لاني بتعامل معاهم او الطلبه اللي بيسمعوني ويشوفوني. طبعا المقابله تحت هذه بصيره في نشاط موازن، فراح نبدا ان شاء الله مع علم النفس. تونا خارجين من تقريبا، راح نخرج من مرحلة كوفيد 19 وكان لها أثر على الطلاب. تدرين لو تقولين إيش واجهت مع الطلاب وإيش أثر الفيروس عليهم من الناحية اللي واجهوها في الدراسة وغيرها؟ طيب بالنسبة لهذه المرحلة، طبعا هي مرحلة جديدة للعالم كله، للعالم بأكمل، والمرحلة اللي إحنا عدينا عليها هذه بما إنها مرحلة جديدة وما قد عشناها فهي مثيرة للقلق، والقلق هذه احدى المشاعر اللي موجوده في النفس الانسانيه، يعني القليل منها او المحدود منها زي ما يقولوا مطلوب للحياه، لكن اللي غير مطلوب واللي غير سوي انه هو يكون بنشاط زائد بحيث يؤثر على حياتنا اليوميه وعلى ادائنا لانشطتنا المعتاده. هذا هو القلق المرضي. اذا هو مطلوب للحياه، الحفاظ على الحياه. اذا شفت حاجه خطره اكيد الانسان حيقلق، حيفرز عنده هرمون الدفاع عن النفس، فممكن الانسان يهرب من مصدر القلق او المصدر المثير للقلق امامه. لكن الغير مرغوب او الغير مستحسن انه يزيد هذا القلق عندنا فيؤثر على نشاطنا اليومي وعلى أدائنا اليومي. جميل. لأن القلق في حد طبيعي وفي حد مرضي وحد يؤثر على حياتك. هل في فرق بينهم؟ هل يستطيع الإنسان بنفسه هو يقول لا وصلت لقلق مرضي؟ هل إيش في علامات ممكن توضح الشخص إنه وصلت لمرحلة الخطر ولازم تطلب المساعدة؟ صحيح. القلق اللي يسموه إيجابي يسمى، اللي هو يخلي الإنسان ينتج أكثر، يعمل أكثر. إذا ما كان عندنا قلق وقت الاختبار ما حذاكر ولا حأقوم أهتم وأعمل ملخصات وأراجع وأسوي الحاجات الأساسية اللي تساعدني على النجاح وتخطي هذا المرحلة والحصول على الدرجات العالية كمان والنجاح. طيب إذا هذا قلق إيجابي مطلوب ومرغوب. القلق الغير مرغوب هو اللي يخلي الإنسان دائماً يشعر بهذه المشاعر المتوترة اللي فيها إحساس بشيء خطر جاي، ماني قادر أركز في أعمالي الأساسية المهمة، يعني بيعمل لي عائق عن التركيز. إذا حسيت هذا الإحساس وماني قادر أني أنا أركز في دراستي وبيأثر على نشاطي اليومي، أهم شيء تراجع مع نفسك هو النوم والأكل، أدائك اليومي، التركيز، هذه الأشياء الأساسية اللي تحدد إذا هذا إذا هذه المشاعر طبيعية أو غير طبيعية. حلو. إذا نومك تأثر، أكلك تأثر، تركيزك سرحان، هذه كلها دليل على أنه وصلت لمرحلة خطرة وأحتاج إلى تدخل. إن قلت القلق ممكن يأثر على النوم، لكن نوعية الأكل لا، وعد ساعة النوم وجودتها هل ممكن تأثر وتسبب القلق؟ طبعا النوم صراحة عامل جدا مهم، برضو ممكن نتكلم شوية عنه لاحقا. للأسف ناس كثير تعطي النوم أقلية من الأهمية، تعتقد أن النوم هذا يعني ما هو شيء ذات أهمية وأن أنا ممكن أشتغل أكثر وأنتج، بالرغم من أنه النوم هذا سبحان الله يؤثر على عمل الدماغ عندنا، ولاحقاً بيحمينا من كثير من الاضطرابات والأمراض ومن ضمنها الزهايمر اللي هي تعتبر واحدة من المسببات الموت
عالميا اذا انتم عارفين العشر مسببات من ضمنها الزهايمر اعتقد نمبر 5 الزهايمر. فالنوم جدا مهم يؤثر على التركيز ويؤثر على صحه الدماغ. طيب بالنسبه للاكل جوده الاكل، انا لما قلت القلق له تاثير عليها انا مقصدي انه القلق يخلي الانسان ممكن ما يشتهي الاكل من شيء ما عنده شهية الاكل دائما. ابغى اقول ان القلق له علاقه بالاكتئاب. يعني لا يمكن انسان يكون عنده قلق 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 وعايش مبسوط. القلق غالبا ينتهي باكتئاب الانسان. خليني اول شيء كده ارجع له سريع كده للقلق. القلق لما احنا بنقول انه هذه مشاعر غير سعيده، الانسان بيشعر فيها بتوتر وخوف. اذا كان انا قلقي من شيء معين او مصدر معين معروف امامي فهذا خوف. القلق عامه لكثير من الناس ممكن يكون عندها هذا الاضطراب. خليني اقول لك، يعني يقال انه في دراسه قراتها اي بليف انه 5% في العالم والنساء اكثر من الرجال. طيب المشكله هذه القلق بيشعر الانسان مشاعر غير سعيده غير سويه، فلفتره معينه يبدا الانسان هنا يبعد عن مثيرات القلق عشان يبغى يريح نفسه ويبغى يطمن. مثلا جاتني دعوه وما حبيت اروحها وابتعدت عن هذا المكان لانه مزدحم، لانه ممكن يثير عندي السوشيال انكزايتي او الرهاب الاجتماعي. طيب اذا صار عندي الرهاب الاجتماعي فانا حاستبعد هذا المثير، ممكن اعتذر، والله انا مشغوله عندي ظرف صار لي كذا صار لي كذا. طيب هل هذا الشيء بيريحني انا؟ لا، هو بيريحني مؤقتا ان انا خلصت من المثير المقلق. ايوه هذا خلصت منه، لكن في نفسي انا غير مبسوطه وسعيده عن نفسي، يعني عن سلوكي عن ادائي. يعني بتقول الواحد لازم يواجه الشيء اللي ممكن يثير له القلق عنده، ما يحاول انه هو. طبعا اتكلم على مرحله مبكره شويه، في حاجات كثير لازم نضغط على نفسنا شويه فيها ان احنا نروح او نعملها، لانه اذا استبعدت هذا حيديني مشاعر غير سويه عن نفسي ونظرتي لذاتي كمان حتتاثر. صحيح. تمام. فهنا الانسان مشاعر القلق هذه قد تتحول بعد كده الى اكتئاب. ليش؟ لانه الانسان يبدا ينعزل. عشان كده بقول القلق هو مشاعر جزء منها مع الحياه وجزء منها ضد الحياه. طيب مشاعر القلق هذه من وين تجينا؟ مشاعر القلق هذه تجينا من التربية، من الأسرة. دائما مشاعر القلق تبدأ في سن مبكرة جدا في الطفولة. الاكتئاب من اضطرابات المزاج اللي يتكون لاحقا في فترة المراهقة. إذا القلق أول بعدين اضطراب المزاج. واضحة؟ الأسرة لها دور كبير في هذه الاضطرابات أو المشكلات. طبعا الأسرة ما تبغى تنشئ أبنائها على اضطرابات وسلوكيات غير سوية، ولكن قد تكون هذه من باب المحافظة على الأطفال. يعني الأوفر بروتكشن غير سوي، والنجلكت والإهمال كمان غير سوي، الاثنين تؤدي إلى اضطرابات في السلوك. والاضطرابات هذه تنشأ من الأسرة، ثم بعد ذلك عوامل التربية الأساسية اللي هي المدرسة، اللي هي الأصدقاء، بعد كده العمل، الأقران، الحياة in general. له جانب بيولوجي، استعداد بيولوجي ممكن، ولكن هي التربية لها دور أكبر في هذا الجانب. تمام. طيب دكتورة، عن حديثنا عن الاكتئاب، كيف الشخص ممكن يصف نفسه يقول أنا مكتئب؟ يعني إيش هي الأعراض الواضحة اللي الشخص يقول أنا مكتئب أحتاج أطلب مساعدة؟ تمام. الاكتئاب هو انسحاب الطاقة الجسدية من الإنسان، ما عنده إنرجي إنه يعمل أي حاجة. إذا فقد حاجتين، فقد الاهتمام، والاهتمام حتى للأشياء اللي كانت تهمه ويحبها ويحب يعملها، وفقد الاهتمام بنفسه. وفقدان الاهتمام إن جنرال ما الإنسان ما بيكون عنده طاقة إنه يقوم ينجز يعمل أي عمل من هذا الأعمال.
تجينا فترات زي كذا. متى أعرف إنه هذا طبيعي وهذا غير طبيعي؟ تجينا فترات. شوفي إذا أقل شيء يقول لك أسبوعين تشخيص، أقل شيء أسبوعين من الحزن، من الحزن وفقدان الاهتمام. إذا الإنسان أصابه حزن وفقدان الاهتمام لفترة طويلة مينيمم أسبوعين، هنا لازم يعرف إنه هو وبدأ يأثر على نشاطه، لأنه إحنا ممكن يكون عندنا أعراض بس ما يكون عندنا اضطراب. الاضطراب معناته أنا بدأ يتأثر حياتي اليومية، نشاطي بدأ يتأثر، أدائي الأكاديمي، أدائي المهني، أدائي كمان ممكن كأم كأب بدأ يتأثر، علاقتي في أبنائي، علاقتي في أهلي، مو فقط في الأصدقاء، يعني حتى المقربين جدا بيلاحظوا هذا الشيء. وأرجع أقول الشيء الأساسي كمان هو النوم والطعام. إحنا دائما نسأل في الكلينيك كمان هل فقدت وزنك أو زاد وزنك في الفترة مثلا حقت الثلاث شهور الأخيرة. الاكتئاب قد يؤدي إلى فقدان في الوزن وقد يؤدي إلى زيادة في الوزن. ممكن الإنسان في ناس لما تكتئب تروح تأكل، تزيد شهيته، بالضبط تزيد شهيتها للأكل، وفي ناس لما تكتئب ما تحب تأكل. فهنا أعرف إذا إنه أنا فعلا أحتاج إلى تدخل، إلى مساعدة. طيب الاكتئاب كمان ممكن يكون ما له سبب ظاهر أمامي، يعني ما عندي سبب، ممكن تكون تراكمات يحسسني. يس ممكن تكون تراكمات، يعني مثلا فقدان إنسان عزيز عندنا بيؤثر على حياتنا، بيخليني حزينة بالتأكيد. ردات فعلي حتكون طبيعية في هذا الموقف. إذا ردات فعلي ما هي طبيعية كمان هذا it's a sign for something، إذا ما كان ردت فعلي طبيعية للمواقف هذه. فإذا أنا شعرت إنه والله ما في مسبب للحزن وزادت المدة، ما في حاجة تذكر يعني وزادت المدة، أنا لازم يعني هذا بيكون ساين أو علامة من علامات الخطر. إذا لأنه حتى فقدان العزيز وفقدان هذا ما في يعني إنسان ما فقد عزيز عنده، إلا إنه دائما سبحان الله المصائب بتولد كبيرة ثم تصغر بعد ذلك. هذا طبيعي، هذه سنة الحياة. وقع الشخص بالضبط يعني وقع الشخص بيكون كبير في البداية، مشاعر مؤلمة، حزن، اكتئاب، بكاء، فقدان الاهتمام بكل شيء، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان سبحان الله تدريجيا يرجع لحياته الطبيعية. اللي مو طبيعي إنه يستمر هذا الحزن لفترة طويلة من التأثير على حياتي اليومية. طب دكتورة عندي سؤال، حتى لو مرينا بصدمة عاطفية أو نفسية إلى آخره وكان ما في ردة فعل، الإنسان عادي بيمارس حياته طبيعية، ما ابدا الحزن والبكي وهذا كله ما ابدا، ممكن ياثر عليه بعدين لاحقا؟ يعتمد والله. شوفي ردات فعلنا للمشاكل للمصائب خلينا اقول لك او الكوارث تختلف على كل واحد فينا، عنده قدره من التحمل تختلف عن الاخر. في ناس عندهم كمان طبعا غير مراحل الصدمه اللي هو الانكار ثم التقبل والحاجات هذه كلها، بس حقيقي بنختلف ردات فعلنا عن بعضنا البعض. وكمان أبغيف كمان لها دور شوية في البيئة أو الأسرة اللي إحنا نشأنا منها. في ناس زي ما يقولوا they overreact، وفي ناس صريحين في التعبير عن مشاعرهم، وفي ناس لا يعني عندهم تحفظ شوية في التعبير عن مشاعرهم. أهم شيء في هذا كله إن الإنسان ممكن مثلاً ما يقدر يعبر في هذا الوقت، لكن قادر إنه يعبر ويفضفض، هو راضي عن نفسه، ما هو حاسس إنه هو عمل غير ملائم. يعني مثلاً في عزاء مثلاً ما يكون الإنسان مبتسم وبيضحك لا أكيد ممكن يكون يعني ممكن يكون منضبط الانفعالات، لاحقاً ممكن يعبر. في ناس مثلاً تبكي، تجلس لحالها تبكي، أو تختار إنسان عزيز ومقرب لها ممكن تفضفض مشاعر، أو ممكن يكتب، ممكن يرسم، ممكن في كذا طريقة. في ناس مثلا ممكن تمشي، في ناس تجري، في ناس الرياضة. أنتوا عارفين الرياضة كمان قد تكون إدمان أحيانا، فالإنسان ممكن يترك هذا الجو ويكون النوع من الهروب لهذا. المهم إنه في الآخر
قادر على إخراج هذه المشاعر السلبية من جسده ومن تفكيره. الاكتئاب غالبا لما يسمعون الأهل أو الناس من حوله يقولون لنا دلع، ممكن عند المراهقين يبدأ فجأة يحس أنه حزين بشكل غم، ما في شيء خلاه زعلان، في يحاولون على الدلع، قلت الدلع ذا الحين من الشوا دلع؟ أيوه يسمونه دلع، يكون لنا دلع الاكتئاب، في بيئات مختلفة سبويلد يعني دلع؟ سبويلد؟ أيوه أيوه يقول أنت دلع من الشوا استرجل و yes. الرد فعل هذا المناسبة، وكيف يعرفون الأهل أن الولد ممكن زي ما قلتي أوفر رياكتينج ولا هو حقه مصاب بالاكتئاب؟ أوكي خليني أتأكد إني فهمت سؤالك صح. حل. لأنه اللي فهمته إنه إذا بكى ممكن يقولوا هذا دلع واسترجل. صار حزين و. فترة التينيجر لما أيوه. الإنسان يكون بين 15-16 تغير رأيه. فترة المراهقة تغير الهرمونات يس. يعني أهله ما بيعطوا، ممكن يكون هرمونات فعلًا، ممكن يكون له مرض نفسي أو اضطراب نفسي يعني. أوكي. فالأهل ما يعطوا الاهتمام الكافي. دفنتلي. لا يقولوا لا هذا دلع هذا مراهقة، فهم فما يحلوا المشكلة من البداية. شوفي للأسف عندنا الثقافة النفسية جدًا ضعيفة. لو لاحظتي يعني انتم حتى الجيل اللي بعده يعني الجيل اللي لسه الاصغر لو لاحظتوا مثلا هل عندكم ما ادري يمكن كل الاسر الان بدات يا ريت هل في عندنا هذه الثقافه الصحيه من اهلنا النفسيه من اهلنا ان جنرال وي دونت هاف ات مثلا ممكن مثلا يعلمونا انه اذا عندي الم في بطني عندي الم في ظهري انا اي كان توك ان اسك فور هيلب صح لكن اذا قلت انه احد تنمر علي إذا قلت إن أنا حزين، إذا قلت في شيء هذا، هل تعلمنا كيف express our feelings؟ No، ما علمونا، لكن علمونا إنه إذا عندك ألم أسنان بطن ضعف يعني جسدي أنت طبيعي إنك أنت تعبر عنه وتطلب مساعدة تروح الدكتور، لكن ما علمونا كيف إحنا لما نواجه صدمة نفسية، كيف لما أواجه سلوك غير سوي، كيف لما أحد يتحرش فيني، كيف لما أكون أحد يتنمر علي، كيف لما أواقف لما أواجه المواقف المحبطة كيف أتعامل. حلو. ما حد علمنا هذا الشيء. لو قلت مثلا في ناس ما تبغى تعلم ناس آخرين إنها عندها اكتئاب يس هل يمديها تعالجها بنفسها بدون ما تلجأ لأحد وقد وصل الحالة المرضية وقد يحاول بنفسها، هل يمديها بنفسها ولازم مساعدة؟ شوف يعتمد عشان يصل عشان يعرف إنه هي حالة مرضية هذه تحتاج إلى كثير من الثقافة والنضوج. ما أعتقد إنه المراهق ممكن يعرف هو كيف يعالج نفسه لكن ممكن يطلب مساعدة. ثاني شيء الخوف من الوصمة، الخوف من إنه لا تقول هذا الكلام الأهل كمان ممكن لا تقول حط لي عنك سمعة حيقولوا للأسف ما زال مرتبط بنواحي سلبية خاطئة جدا ودائما يروحوا للأشياء الإكستريم إنه هذا ممكن يكون تلبس ممكن يكون جنون ممكن يكون لقلة الثقافة بها وكمان الوصمة لها دور. إذا شعر بهذه المشاعر depends حسب توعيته لكن هل يقدر يعالج نفسه ولا ما يقدر يعالج نفسه. طيب. إذا وصل لمرحلة مرضية تقدم أنا بتكلم. طيب دكتورة بما إنه تطرقنا لموضوع الأهل والمجتمع والبيئة دكتورة ممكن بما إنه دحين إحنا جالسين نسجل أغلب يعني حينزل في نادي الجامعة أغلبهم بأعمارنا ونفس ثقافتنا يعني يتقبلوا ممكن فإحنا بنتكلم عن الجيل الحالي هذا أول نصيحة بتوجيهم لهم للجيل الحالي إحنا اللي يتقبل الأفكار والاختلاف. فعلا الجيل الحالي ان شاء الله باذن الله عليكم يعني صراحه عبء ان شاء الله ما ابغى اقول عبء بجانب سلبي ولكن تقع عليكم مسؤوليه اجتماعيه لانه الان الوضع اصبح يختلف اكثر. التوعيه عندنا والوعي الان اصبح صراحه افضل كثير من لاحقا سابقا يعني اسهل الان حتى صار في الجامعات صارت في يعني مكاتب مخصوص للسايكولوجيكال سبورت بتكون موجوده في الجامعات وفي المدارس موجوده. هذول كمان يقع عليهم مسؤوليه كبيره انهم يعرفوا بنفسهم يروحوا للطلبه
ويروحوا الطلبة عشان الطلبة يعرفوهم، لأنه مهم جدا إذا كان أنت تعرضت لمرحلة لمشكلة معينة كذا. كلنا بشر، كلنا نتعرض لضغوطات، سواء كنت متعلم أو غير متعلم، سواء كنت متخصص أو غير متخصص، ما في مننا ما تعرض لضغوطات في هذه الحياة ولا مرت عليه هذه الضغوطات، لكن أعرف كيف أواجهها. فأنت بالنسبة لجيلكم الآن عندكم يعني أشياء شغلتكم صراحة حديثة بحكم التغير في المجتمع اللي صاير والسرعة اللي صارت في المجتمع والتقدم هذا اللي صاير. أطلب المساعدة، الآن الوضع أحسن كثير، طلبك المساعدة معناته أنك أنت قادر على أنك تعدل من نفسك، تعدل من سلوكك، وتكون كمان راضي عنها قبل ما تتفاقم الحالة. ونخسر الشباب هذولا، ونخسر طبعا نضج، هذا نضج، وكمان في نفس الوقت أنت عارف أنك أنت قادر كيف تتغلب على نقاط الضعف اللي عندك، لأنه كل إنسان عنده نقاط ضعف. ولما تعترف بالمشكلة بداية الحل، لما تعترف أنك تبى مساعدة، هنا بداية الحل بالتأكيد، هذه بداية الحل. ممكن بعد كده تكون أنت مساعد لغيرك، ترى في حاجات كثير إحنا مرينا عليها ممكن أنا أكون فيها بايونير، ممكن أنا أكون فيها إنسانة قادرة على أني أساعد الآخرين لأني مريت بهذه الظروف، مريت فيها، وأنا عارفة إيش المشاعر السلبية وكيف أنا ساعدت نفسي، ممكن كمان أقدم المساعدة للآخرين. حلو. لما نرجع نقطة المواجهة، مثلا الحين جات فترة اختبارات أو فترة ثانية جات الضغوطات، كيف أواجه الاكتئاب؟ كيف أني أخلي وقع قليل عليا؟ ما هو الاكتئاب المرضي، الاكتئاب العادي. الاكتئاب العادي طبيعي وقت الاختبارات، بنحس كلنا بقلق. يعني ما مريت في مرحلة من 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 دراستي، سواء في المرحلة المبكرة ولا حتى الجامعة ولا حتى الماجستير والدكتوراه من غير ما يكون عندنا قلق. طبيعي لما يكون عندك مقابلة شخصية، لما يكون عندك انترفيو لعمل لمهنة، طبيعي أنكم تحسوا هذا الإحساس، لأن هذا الإحساس الطبيعي اللي إحنا ممكن يخلينا نتقدم ونتحسن ونطلب ونزيد المعلومات وثقافتنا. لكن اللي مو طبيعي إنه أنا أبدأ أذاكر وماني قادر أذاكر، وأبدأ أحس بمشاعر سلبية، يعني من ضمنها مثلاً ألم في البطن، أحس بتعب، أحس بإرهاق، هذا كله سبحان الله ينتهي بمجرد انتهت الاختبار. ودائما تحسوا هذا الآلام هنا بتكون موجودة، صح ولا لا؟ دائما مركز الضغط علينا في وقت الاختبارات كلها. هذا أنا خبيرة دكتورة معايا، مريت بدي الأشياء كلها في كل المراحل. هذه المنطقة عندنا مرة ستريس بتكون، غير طبعا يجيك إحساس بالنوم، خمول، والأكل. كنت أعشق الطعام وقت الاختبارات، ما أعرف كده أتفنن وأجيب ألذ الأكلات، ما أجيب الأشياء السهلة البسيطة، نو. بصراحة هذا الشيء كمان لاحظته إنه زاد من خبرتي، يعني نضج عندي وتحسن كل ما زدت في العمر. يعني مثلا البكالوريوس كنت صراحة أهتم وأجيب الأشياء المعقدة، وأجيب أكلة ما هي موجودة، أبغى أجيب أشياء كله عشان أخذ وقت أطول إنه ما أجلس أذاكر فيه. لكن إن جنرال صراحة إحنا ممكن حاجة بسيطة، كراكرز بسيط، ساندويتش، أشياء سلطة، نأخذ الأشياء. خليني أتكلم الأشياء المهمة البسيطة اللي تخليني أركز، لكن كيف نضيع الوقت؟ كمان حاجة ثانية مهمة أحب أقولها لكل الطلبة، دائماً أقولها حتى لطلبتي، لا تتوقعوا إن الستاندرد القديم أو الشيء الصح إنك أنت you spend a lot of time studying. هذا الكلام ما هو صح يا جماعة. أهم شيء كيف أذاكر صح. How to use your time wisely. Wisely. مش how to spend a long of time. هذا بطلوها حاجة دي. حقيقي ما هي مرتبطة أبداً بالإنجاز والنجاح. هذا اللي دائماً أقوله لطلبتي. اعرفوا كيف تركزوا على الكي ووردز، على الكي انفورميشن. كيف تيجي هذه؟ من خبرتي أنا من الناس مثلاً ما أحب أقدر أذاكر، ما أقدر أذاكر ولا أحب أذاكر وقت مرة طويل صراحة. ولكن الحمد لله كملت الدكتوراه وكذا. ثاني شيء الحاجز تبع إنك تكون one of the top الأفضل، إذا كان عامل لك stress عائق، الأفضل إنك تقلل منه. take it easy أول شيء،
واحنا نبغى النجاح ونبغى الطموح ونبغى ونبغى، لكن لا يكون هذا ستريس على نفسك، لانه في الاخر ايش يهمني الشهاده اذا انا مرضت؟ صحتي راحت، الصحه اهم شيء، ركز على هذا. ثاني شيء وقت المحاضرات هي فولي اتنشن للدكتور اللي بيشرح مع بوينتس قلم وورقه على الاساسيات، الملاحظات الاساسيه، الكلمات الاساسيه، هذا اللي تهمك. ليش؟ لانه الدكتور الكلام اللي يقوله دائما هو المهم اللي هو حيجيبه في الاختبار، لانه من غير العدل اني انا اقول اني انا ما اقول معلومات واجيبها في الاختبار هذا ما هو عدل. فانا طبيعي المعلومات اللي حقولها هي اللي حغطيها في الاختبار. انا تعبت وشرحت، ابغى اعرف ردة فعلكم انتم ايش عملتوا في هذا الشرح. فمهم جدا ان انا احط بوينتس اساسيه وقت الشرح. بعدين ابدا اقسم العمل. في ناس تعمل بصوره رائعه تحت الضغط، وفي ناس تحب والله لاي باك، يحبوا كذا يقسموا شغلهم بيقدر. انت تعرف نفسك. انا اقول ما اعتقد في شيء صح وخطا، لكن انا اقول الافكتيف ستدي استراتيجيز، خليني اقول انه انا اقسم طريقه المذاكره بحيث انه اخلي شيء لمركز للدراسه، ثم انتبه لنفسي وصحتي، رياضه مره ثانيه، اكلي، علاقاتي الاجتماعيه. لما يكون عندي بوينتس ارجع لها، هذا بتقلل التوتر عندي. القلق دائما يزيد كل ما كان عندي اشياء مجهوله امامي، كل ما انا غامضه مجهوله امامي ما اعرفها، كل ما حسيت انه في حاجات كثير ما عرفتها معلومات، كل ما زاد التوتر عندي والقلق. لكن كل ما استعدينا، الاستعداد دائما، حتى لما يكون عندك انترفيو تستعد تاخذ مثلا معلومات عن المكان اللي انت اللي طالبينك التوظيف فيه، ممكن تاخذ معلومات عامه عن المكان، ممكن تاخذ تحاول تتدرب براكتس كيف الكلام امام الناس اذا عندي مثلا قلق، كيف اقدر مثلا اخبي الارتباك تبعي. هذا كله الاستعداد يخلي الانسان يقل عنده التوتر. مثلا اذا قالوا لك الانترفيو ساعه مثلا، حاول انك انت تجيب المعلومات الاساسيه اللي تبغى تقدمها عن نفسك وتبغاهم يعرفوها في هذه الساعه. اذا كل ما كان الامور مرتبه وواضحه امامي، كل ما كان انا كطالب عندي الوقت هذا مكثف انجز فيه افضل من اني انا انجز مثلا في 6 ساعات مذاكره. انا اعرف اذاكر ايش. ثاني شيء، المعلومه اللي كمان حابه اقولها، دائما اول اختبار يعني، او غالبا خلينا اقول اول اختبار بيكون ممكن ما تعرف اسلوب الدكتور فيه، يعني ما تقلق لو جبت اخطاء بسيطه، لانه المره الجايه بيكون افضل غالبا. غالبا اذا عرفنا، غالبا ولكن ما هي قاعده اساسيه، لكن انت تعرف ايش الطريقه والاسلوب اللي الدكتور هذا يبحث عنها. هذه كلها تقلل من التوتر عندنا. فذكرت انت في ناس تعمل تحت الضغط، وممكن لو كان منافسة وتخليك توتر. في ناس تكون المنافس محفز لهم. صحيح. كيف يكون الشخص يخلي المنافس محفز بدل شيء مهبط لك؟ ممتاز. والمنافسة إنه إحنا الاثنين نبغى نجيب درجات كويسة. إني أنا تخليني مثلاً I look up for someone مثلاً، يكون عندي قدوة. ممكن مثلا انا وصديقه لي مثلا، يلا احنا مثلا اليوم نبغى نذاكر هذه الجزئيه، اذا هو نوع من التحدي لبعض، مش عشان انت تهزمني او انا اهزمك. الهدف ايش؟ هذا الهدف اللي يوضح اذا كان انا هدفي فعلا منافسه ايجابيه، منافسه شريفه زي ما يسموها، ولا هي منافسه من نوع سيء. مهم جدا انه احنا مثلا ممكن انا نتحدى بعض، مثلا اليوم حنخلص مثلا chapter 4، يلا خلينا نشوف مين يخلص اول، مين انجز ناخذ المعنى. هنا ممكن انا احفزك انك انت تذاكر وانا اذاكر، انما انا ابغى اشوف واتابع الناس ايش جابوا ايش ما جابوا، هذا الشيء كله بياثر علي ويخلي كمان التنافس غير شريف. طيب
اتوقع ذكرت كلمه لابي ابي طالب رضي الله عنه، ما اذكر قال يوم بحثت عن الراحه قال اني ابعد عن اخبار الناس، واني ما اصير ابحث عن الناس وش سووا ما سووا. صحيح حلو. اذا احنا كطلاب اختبارات قربت، ايش اللي نسويها؟ نكون مع مدرسين مركزين، نحط ملاحظات ونجهز من بدري. ولازم تنتبه على المنافسه الشريفه، لان الهدف هو اللي راح يفرق. لكن مهما كان حتى المنافسه الشريفه، العواقب انك لو مثلا ما قدرت توصل مرحله معينه راح تاثر بسبب التوتر. اهم شيء كيف نظرتك لنفسك، ترى هذا شيء مره اساسي يا جماعه ومره مهم. كلنا نخطئ وكلنا نصيب. كوني مثلا معلش في ناس يحطوا الستاندرد حقهم مره عالي، اذا نقصوا درجه واحده ينهاروا، ولا نقصوا نص درجه يسووا منها دراما. انا ممكن ابحث، ومن حقك انك تبحث ليش نقصت في هذا السؤال وليش، لكن مش ما تجعل هذا الشيء يمس شخصيتك يحدد من انت بالضبط. لا ولا، وبعدين مثلا انا كثير من الطالبات يجي يقول دكتوره بس ماني باك تاخذي عني فكره. مين قال اني اخذ عنك فكره؟ انا يا بنتي عندي مئات من الطالبات كل سمستر، كيف اعرفك؟ اوكي اعرف اذا كان في شيء صار دراما صارت، انما من الدرجات نويني انا احدد شخصيتك بالدرجه، هذا غير مرتبط بشخصك او بكونك مين انت او بهويتك. لا، فمن حقك انك انت تعرف مثلا، من حقكم انك انت تعرف مثلا ايش الدرجه هذه جبتوها، عشان ليتر اون تكون انت مطمن وعارف ايش الخطا اللي انت عملته، ما عاد ترتكب هذا الخطا مره ثانيه. كمان في وقت الاختبار النوم والغذاء مره مهم، يعني راحتك النفسيه، نبعد عن الاشياء المزعجه، اهتم اني انا صح انام. حكايه المواصله هذه ترى كارثه حقيقي، كارثه يعني صحيه، ممكن تخلي الانسان في توتر. مهم كمان اني انا اترك شوي مسافه قبل ما ادخل الاختبار، ما في داعي اقعد لاخر لحظه اذاكر ومش عارفه، هذا الشيء يزيد توتر. واسمع كلام، انا كنت مثلا اسمع كلام الطلبه الاخرين، كنت اعمل بلوك زي الفلتر كذا. في النقطه بالذات عندنا صراحه، انا درست هنا ودرست برا، احنا نحب دائما نوتر بعضنا، والله لاحظت الطلبه حتى الان. الان رغم اني يعني الان وانا بدرس طلبات وانا داخل الكلاس اسمع الطلبات، شفت الجزء هذا الدكتوره قالت عنه؟ لا ما شفت. ترى انا داخله ادي الاختبار وانت لسه بتوريها يا ستي، مو لازم هذا الجزء الان، حرام كذا انت توتري زميلتك وانت ما تتوتري. واللي عندك مع الارتباك ممكن يدخل في بعض المعلومات وهذا خطا. فنتوكل على الله ونضع الثقه في الله سبحانه وتعالى ونستودع ما حفظناه وباذن الله. اهم شيء طريقه ادخال المعلومه ترى مهم جدا 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 عشان الاستحضار وقتها. حلو. ذكرت انت تستودع الله اللي حفظته، اذا اكيد في جانب اللي هو ذكرناه جانب صحي، وفي جانب الروحاني. شو تكلمين عن الجانب الروحاني عشان ما يكون شخص مكتئب او يرافق القلق في حياته؟ اوكي. الجانب الروحاني عندنا خطا شائع دائما يقول لك انه الاكتئاب بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. لا ابدا، عمره ما كان الاكتئاب بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. في ناس كثير متدينين ملتزمين يصابوا بالاكتئاب. الاكتئاب هو اللي يسبب البعد عن الله، وليس البعد عن الله اللي يسبب الاكتئاب. الاكتئاب يخلي الانسان ما يقدر يقوم يصلي، ما يقدر يقوم يقرا القران، هو يكون حافظ القران ومتعود على الصلاه. هذا مقصدي، انا مقصدي انه ما بلاش نظلم الناس المكتئبين، لانه هنا بيكون حصل كيميكال امبالانس في العقل ادى الى هذه المشاعر المحبطه او الحزن او الياس. فالانسان بيكون اوريدي عنده تانيب ضمير وعنده احساس بالفشل، فبلاش نزيد ونقول هذا من بعدك عن الله. مرضه هو اللي سبب البعد عن الله. قد يكون انسان رائع وعنده انجازات وكل حاجه وحافظ القران وقريب من الله، لكن بعد ما اصيب بالاكتئاب اصبح غير قادر على اداء العبادات. فاقصد انه التوكل على الله وحفظ ونستودع ما حفظناه عند الله سبحانه وتعالى، انه انا يكون عندي ثقه كبيره بالله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك ثقه بالمعلومات اللي انا حفظتها واللي انا حصلت عليها.
توكل على الله بمنتهى الهدوء، وبإذن الله المعلومات اللي حصلت عليها هي المعلومات اللي حتجيني وقت الاختبار إن شاء الله. حلو. طيب دكتورة، وصلنا لنهاية اللقاء للأسف، يعني وصلنا لنهاية لقاءنا، بس حابين ناخذ كم أسئلة من أسئلة الطلاب. تفضل. أول سؤال عندنا بتقول كيف أتعامل مع عدم الثقة بالنفس والكتمان؟ أوكي. عدم الثقة بالنفس يعني معناته ممكن يكون مثلاً عندها كتمان، يمكن مقصد أنا هذا السؤال مر علي، قلت يمكن كتمان إذا أنا فهمته صحيح، كتمان للمشاعر السلبية، وكتمان كمان الأشياء اللي تبغاها هي، يعني ما يقدر الإنسان يعبر عن نفسه. حلو. إيوة أنا أبغى الشيء هذا أو لا أنا ما أبغى الشيء هذا، متى يرفض ومتى يقبل، هذه كلها بتؤدي إلى إحساس الإنسان أقل، ما يكون عنده ثقة في النفس. فالثقة في النفس كمان لها دور كبير بالتربية، لها دور كبير وجزء كبير بالتربية، وإن شاء الله بإذن الله يعني هذه ممكن الواحد يعطيها في مرحلة ثانية، يمكن للبيرنتس أكثر شيء، لكن للطلبة نحاول دائما نحسن من نفسنا ومن وضعنا، لأنه حتى الأشياء اللي تربينا عليها أشياء خاطئة، إذا أنا عرفت إنه هذه نقطة ضعف عندي في شخصيتي، أنا أبحث عن مكونات اللي تخلي تزيد من هذه المشكلة اللي أنا بعاني منها. طيب السؤال، في طالبة بتسأل كيف أتعامل مع الشعور بالذنب اتجاه التقصير؟ أوكي. الشعور بالذنب اتجاه التقصير ممكن جزء أنا أخذته من أيوه. من ضمن المذاكرة اللي كنت بتكلم عنها. دائما التقصير يجي إنه أنا عندي الستاندرد عالي، مو شرط زي ما بقول عدد الساعات اللي أنا أذاكر فيها، لازم في، يعني أنا أذكر كانت صديقة لي كانت تقول لي أنا من الساعة 12 الظهر قعدت أذاكر، الآن خلصت الساعة تكون 8 المساء، 8 ساعات قاعدة أذاكر ليش؟ فكنت أنا أحس بصراحة بضيق شوية، هذا زمان أيام الهاي سكول أنا أتذكر. في الآخر وجدت إن هي مسكينة تجيب درجات أقل مني، طب أنت جالسة تذاكري أكثر مني، معناته في مشكلة، أنت بتذاكري بصورة خطأ. غيرنا الباقي الجروب كان يذاكر أقل ويجيب درجات أعلى، فما في داعي التوتر الزايد وإني أنا بدي أجمع كل المعلومات. No, you don't need this. فالشعور بالذنب دائما يجي من التقصير، نتوكل على الله ونحط النقاط الأساسية ونشوف المعلومات الأساسية وأنا أفهمها، أهم شيء الفهم، لأنه استحالة دماغنا ما هو كمبيوتر، ما نقدر نحفظ، إذا حنحفظ كلمة بكلمة هذا مشكلة، نحفظ الشيء الأساسي ونرتب ونفهم المعلومات. حلو. نتوكل على الله. بالنسبة للشعور بالذنب، سمعت من قبل يوم تسوي شيء غلط أو سويت شيء غلط ما تقول اللي سويته، تقول أنا ماني غلط، تقول الشيء اللي سويته غلط والشيء اللي سويته يفشل، مو أنا اللي فشل، أتوقع هذا تأطير لشخصك. بالضبط. ارتباط الشخصية دائما بها، لكن هو السلوك يختلف، هو ناتج مننا صحيح، ولكن هذا السلوك احنا بنتعلم من أخطائنا، ما يحدد انه ما يحدد هويتك او شخصيتك. عندنا اخر سؤال بتسأل، مع انه اتطرقت لي لكن بتقولك هل توجد علاقة بين الامراض النفسية والجسدية؟ يس، في الامراض السايكوسوماتيك اسمها، الامراض الجسدية والنفسية كلها لها علاقة ببعض. قلت انا وقت القلق والتوتر انت بتحس بالام هنا، بتحس بصداع، بتحس بمغص، بتحس بفتيق، جسمك كله مرهق وتعبان، ومع كثره القلق هذا تبدا تظهر علينا اعراض جسديه، من ضمنها مثلا تصعب الشعر، من ضمنها السكن حقنا بيكون مختلف، في حاجات كثير ترى بتتاثر بالقلق، وهذه تبدا كمان ممكن يكون تسبب العرق، ممكن يكون ممكن البانيك، الناس ممكن تجيها اعراض ثانيه بسبب القلق، امبريلا كبيره تحتها اضطرابات مختلفه، من ضمنها السوشيال فوبيا، من ضمنها البانيك اتاك، من ضمنها يعني الانكزايتي ان جنرال، الوسواس القهري، الاو سي دي، هذه كلها تحت اضطرابات القلق.
للأسف إنه وصلنا لنهاية لقائنا. شرفتينا دكتورة عبد الخياط كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجدة قسم النفس، تشرفنا واستمتعنا جدا بهذا اللقاء. شكرا لكم. شكرا. إن شاء الله كنا خفين عليك إن شاء الله. الله يسعدكم. شكرا لكم. أنا كمان يعني سعدت بهذا اللقاء، وإن شاء الله يا رب يكون أفدتكم بمعلومات. ما قصرتي. إن شاء الله بإذن الله. ما قصرتي. شكرا جزيلا. يعطيكم العافية إن شاء الله.